إذن مشاهدينا الكرام، نتابع معكم الآن وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فنلندا استعدادا للقمة المرتقبة فيما بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك الكثير من الرؤى الواضحة وغير الواضحة في هذه القمة المرتقبة فيما بين الرئيسين الأمريكي والروسي، حيث يرى الكثيرون بأن هذه القمة ولدت ميتة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم الآمال الكثيرة، أو أنه لا يحمل الكثير من الآمال من خلال هذه القمة، وأنه لن تثمر عن نتائج إيجابية أو النتائج التي يحلم بها الكثيرين. إذن مشاهدينا الكرام، لمزيد من المتابعة معنا من العاصمة الروسية موسكو أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي. مرحبا بك سيد أندري. يعني في هذه القمة التي سوف تعقد بعد قليل فيما بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي، ماذا يحمل كل من الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي في جعبته للآخر وللعالم ولقضايا الشرق الأوسط؟ بكل تأكيد هذا اللقاء نفسه هو تقدم جذري، لأن في علاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية انعقاد هذا اللقاء هو شيء إيجابي دون شك. ولكن في نفس الوقت في السابق أو قبل هذا اللقاء شاهدنا عدة شائعات في وسائل الإعلام بخصوص أن قد تكون هناك صفقة ما بين الرئيسين الروسي والأمريكي بخصوص سوريا، أن وكان هناك عدة افتراضات بهذا الخصوص، أن قد تكون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف بشبه جزيرة القرم وهي ستوافق على بقاء بشار الأسد والشائعات الكثيرة أخرى، ولكن وكل ذلك مقابل طبعا سحب أو إخراج القوات الإيرانية من سوريا. ولكن أنا أعتقد أن من المبكر أن نتحدث عن ذلك. يعني الظروف حالية هي صعبة جدا في سوريا في أوكرانيا. بالنسبة لروسيا مسألة القرم هي مغلقة بشكل كامل، شبه جزيرة القرم هي أراضي السورية عفوا الروسية، ولا يوجد مجال لنقاش بهذا الخصوص. أما مسألة التواجد الإيراني العسكري الإيراني في سوريا، وروسيا بذلت كثير من الجهود من أجل إبعاد قوات غير السورية وبما في ذلك القوات الإيرانية من منطقة خلف التوتر في جنوب سوريا، ولكن الآن الطموحات الأمريكية وكذلك الإسرائيلية تحولت أو ازدادت بشكل نوعي، والآن أمريكا وإسرائيل تطلبان إخراج كل القوات الإيرانية من سوريا. ولكن أنا أعتقد هذا شيء صعب جدا، وطبعا روسيا قد تلعب دور ما بهذا الخصوص، ولكن إيران هي دولة مستقلة ذات السيادة وهي يعني هو بالطبع سيد أندري هناك العديد من الملفات تأتي على رأسها يعني مناقشة الأزمة السورية وكذلك الاتفاق النووي الإيراني وكذلك العديد من الملفات الأخرى. ولكن ما فهمت من حديثك أن الموضوع الهام والشائك وهو شبه جزيرة القرم ليس مطروح ولن تقبل روسيا أن يكون مطروحا على طاولة الحوار بأي شكل كان. هناك نقطة أخرى الكثيرون تحدث عنها، وهي أن هذه القمة حكم عليها بأنها ولدت ميتة، وتحديدا بسبب التصريحات التي خرجت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يمل أن يكون هناك نتائج مثمرة وملموسة لهذه القمة. وأيضا توجه أصابع الاتهام دائما ما بين الحين والآخر، وتحديدا قبيل انعقاد هذه القمة بيومين تحديدا أصابع الاتهام توجهت إلى بعض يعني رجال الاستخبارات الروس، وتحديدا 12 رجلا بالتدخل في قرصنة حواسب الحزب الديمقراطي. كل هذه العوامل تشير إلى أن هذه القمة ولدت ميتة أم لا؟ أولا أما تلك الاتهامات التي ذكرتها، أنا أود أن أشير أن على ما يبدو البعض القوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية حاولت إفشال هذه القمة، وهذا شيء مؤسف جدا، وهذا الضغط ليس على روسيا بل على دونالد ترامب نفسه. وأما ما يخص أن التصريحات أو كلمات بأن هذه القمة الميتة، أنا لا يمكن أن أوافق بهذا الخصوص 100%، لأن إذا نشهد إلى الوراء ونشهد إلى
اللقاءات السابقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكانت تلك اللقاءات الإيجابية. مثلا اللقاء الأول كانت نتيجة له هو اتفاق بين روسيا والأمريكا حول إنشاء منطقة حرب التوتر في جنوب سوريا، وهذا تقدم برأي شخصي تقدم جذري. نفس الشيء اللقاء الثاني في شهر نوفمبر عندما تم أو توافقنا حول إعلان المشترك بخصوص سوريا، فلذلك أنا لا أستبعد أن سنشاهد توافق ما أو اتفاق ما بين رئيسين في هذه المرة، ولكن كما ذكرت في السابق كل تلك الشائعات حول نوع من الصفقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية هي مبكرة بشكل كامل. نعم، يعني هناك شائعات سيد أندري وهناك حقائق نتعامل معها، وهي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتفق معه تماما مستشار الأمن القومي بأنه لا يتوقع الوصول إلى نتائج ملموسة، ولكن من خلال نقطة أخرى، هل يعني نجح المسؤولون الأمريكيون حتى الآن في كبح جماح إقامة علاقات هادئة مع روسيا من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال هذه التصريحات، ومن خلال أيضا يعني التصريحات النارية من خلال هؤلاء يعني المسؤولين الأمريكيين صوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والهجوم عليه بشكل متكرر؟ نشاهد الهجومات المتكررة على رئيس دونالد ترامب ولكن من داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. المشكلة أن بعض القوى داخل أمريكا لا يمكن أن توافق على فوز لحتى الآن على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وروسيا في هذه الظروف هي فقط ذريع لجراء الاتهامات أو لفرض الاتهامات ضد دونالد ترامب. يعني الكل يتهم روسيا بأنها تدخلت في العملية الانتخابية، بأن حتى دونالد ترامب هو نفسه جاسوس روسي وإلى ما هنالك، ولكن لم يقدم أحد دليلا واحدا بهذا الخصوص. الاتهامات الجديدة التي ذكرتها، أنا أقصد الاتهامات لمسؤولين الاستخبارات الروس 12 مسؤولين، هي كما قلت هي كانت قبل هذه القمة، وهذه الوسيلة الإضافية للضغط على دونالد ترامب نفسه. يعني أنا أود أن أشير إلى أن البعض داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا يريد بشكل كامل تحسين الأوضاع أو حتى على الأقل تنسيق جدي ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. نحن كلنا نفهم بكل الوضوح أن المنافسة على مستوى العالمي بين روسيا وأمريكا قوية جدا، ونحن سنكون منافسين بشكل دائم، ولكن على الأقل ما نحتاجه اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية هو فقط الموقف الجدي، الحوار الجدي، لكي يمكن نتقارب في بعض المجالات، لكي يمكن نتحاور مع بعض البعض ونجري المفاوضات جدية لكي نصل ستتضح جميع الرؤى سيد أندري من خلال الملفات التي سوف تطرح بالفعل وسيجرى مناقشتها بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي. نشكر السيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي، كان معنا من العاصمة الروسية موسكو.